انتيرير المطعم كله دارك كولرز، الوان غامقه بس في نفس الوقت ما تخنق او تكتم. في شبابيك على طول المطعم، والستائر اللي هم مستخدمينها سي ثرو، فبالتالي نور الشمس يفضل داخل لين وقت المغرب. حاجه كثير كمان هم مراعينها وانا شخصيا عجبتني، انهم بيستخدموا بلانت صناعيه ولكن جودتها كثير عاليه، يعني almost طبيعيه. هذه تفرق كثير مع الناس اللي بتجي للمطعم لانه يحبين يعيشوا اكسبيرينس الريل بلانت. بس طبعا هم بالنسبه للمطعم او للانتيريا ديزاين الافضل ان هي تكون صناعيه لانها تعيش اطول والمحافظه عليها كمان تكون اسهل. هنشوف كمان اللايتنجز كثير حلوه، خافته فيها مات جولد سواء كانت على السيلينجز او على الوولد، وهذه طبعا بتعطي لكجري فيلينجز وامبيانس حلو في المطعم. طبعا الماستر بيس اللي موجوده اللي هو الوول اللي معمول بالموزيك او فسيفساء، قطع صغيره صغيره، وهي عامله شكل كامل للمطعم من بدايته لاخره، وتعتبر اكثر او اكبر قطعه فيها ديكور للمطعم.